يلا نشوفوا لو بروميي اكزرسيس من ورا الكيو سي ام. دونك كريي ان كومبوزون، هنا الاستاذه راه فرضات كومبوزون فونكسيونيل، ما يمكنلكش ديرو كلاس. ما تقولش انا دابا عارف لي كومبوزون كيديرو غير بطريقتين، مع انايا ما عنديش الوقت غنحفظ طريقه وحده. الا عرفتي طريقه وحده غتسلك في كاع الامتحانات اللي ما تيفرضوش، مي بحال هاد الامتحانات سورتو لي كونترول الاولين وهذا راه اصلا غيفرض. ليكزامان دو فان فورماسيون قدروا ما يفرضوش، يقول لك كومبوزون صافي، حيت هو جامع لك الموديول كامل وجامع لك لي موديول كاملين، مي الكونترولات الاولين ما فيهم التفاصيل صافي. دونك في الكونترول ولا في نقدروا يفرضوا، ولا فرضوا انت ما درتيهاش على الاقل كتلعب من الزيرو حتى نص نقطه. الا كان شي استاذ يقدر بغى يتعامل يعطيك نص نقطه، يعني هنا ثلاثه يعطيك واحد ونص، ولكن هي الصراحه يعطيك زيرو. علاش؟ لانه عن عافيه اسئله اخرين فيهم الكلاس، فانت الا درتي يعني انت عارفه طريقه واحده. هنا عطاتنا كومبوزون بالطريقه ديال فونكسيون، غنسميوه ليست فيليير، وغادي يكون كي افيشي لينا هاد لا ليست بهذا الشكل. دونك انا عطيتكم الكود نيت هنا مكتوب، نقدر نتيستي لكم في البروجي، ولكن بما اننا غنخدموا بورقه وستيلو انا نعطيك كيفاش غتكتب بورقه وستيلو. دونك شنو ها هو الشيء اللي حاطه هنا في السوليسيون؟ ها هي ثلاثه النقاط، هي هادي. ضروري دير امبورت تاع رياكت، حنا كنامبورتيو حتى رياكت دوم، مي ما تكونش دائما، تقدر عندك امبورتات بجوج غتحفظهم ياك، غتبدا بهم في اول سؤال غتكتبهم في الاسئله اللي من وراهم، صافي تكون درتي عليهم شي نجمه وتعاود تحطها وتكمل، ما تبقاش تعاودهم في الاسئله في التمارين كاملين، تفهمنا؟ ولكن بحال حيت راه الاستاذ هو اللي يصحح لك اول مره تكتبهم. دونك امبورت ابخي غادي دير لينا ضروري اكسبورت ديفولت، الا ما بغيتيش ديرها هنا ما كاين حتى مشكل، ديرها في السطر الاخير، ولكن انت غتنساها نصحك ديرها ديما هي الاولى. وبدا اكسبورت ديف، هنا بحال حافظ اكسبورت ديفولت وغنبدا، حيت عندي هذا الكومبوزون بشكل فانكشن، فانا غندير فانكشن ونعطي ليه السميه ديالو ونحل الاقواس، وانا والامتحان يا اما الاقواس خاويين يا اما فيهم بروبس. ونبدا هنا عندي فانكشن، دونك انا غنوجد الداتا، حطيتيها في كونست ولا فلات ما كاين مشكل، سميتها فيليه ولا شي حاجه اخرى ما كاين مشكل، ولكن راها باينه طابلو ومكتوب فيه داكشي اللي عاطينك في الامتحان، هادو اللي عطاتنا الاستاذه في السؤال ستيفتهم، حيت قلت لكم غنخدموا بداتا ستاتيك، ما مشينا لعند باز دوني جبناها ما والو، ستاتيك تتهزها تتحطها فاش ما عندكش فاش تفكر طابلو الراي تبان ليا هذيك الكروش مزيان، عاد تديباري الروتور تاعك وتتبدا تقاده. اللي خصنا نفهموه وقلناه ديك المره، رياكت كيمكنك ان يكون عندك بارنت واحد الا حددته هي حددته في سؤال، قالت لينا ليست نو نيميرو تي غدير اي ان، الا ما حداتوش دير ديف وجمع كلشي فيها، المهم خاص يكون واحد بارنت وكلشي وسطو. دونك حنا عندنا اي ال لا مجال للاختيار، وابخي حيت بغيناهم هما بزاف وماشي حيت ربعي يجوني ساهلين، وندير ليها ال الاولى ال الثانيه والثالثه والرابعه عندك زيرو، هذيك الطريقه خاطئه. احنا من العام اللي فات كنعتبروها غلطه، الحاجه اللي خصها بوكل خصها بوكل. هنا عوض من البوكل كاين عندنا لا ميثود اللي سميتها ماب، اللي كتخليك تمابي عليهم كاملين، قريتيها حفظها ليستيفهم ليا، بحال اللي كنا في البي او العام اللي فات تقول لي كري 10 لي زوبجي، هاني هو عنده الوقت او ان يكتبها او دو ويكتبها ويضرب لك صفحه كيجيب زيرو، بحال صاحبو اللي عطى الورقه خاويه، لانها طريقه ولو بينت النتيجه صحيحه طريقه مرفوضه. هي علاش اخترعوا لي بوكل؟ تفهمنا؟ هي دا هو المشكل، ما كيحش بك علاش عطيتي الزيرو تيقول لك راه صادقه، هي فعلا صادقه ولكن مرفوضه. تدابا ملي يكون عندك ديما شي حاجه طابلو ما يمكنش تبقى تخدم واحد بواحد، خصك تمابي عليه ولا تبوكلي الا كنتي في شي قرايه من غير هنايا. دونك كدير تجيب الداتا تاعك سميتها فيليا بوان ماب، كنعطيوها بنفس الشكل في الكور، هاد فيليير دابا هي اللي كتمثل كل وحده في هادو، حنا دابا غنحطوها ما بين ال اي دوفيرتور و ال اي دفيرميتور، غنحطوها بدوك لي زاكونات كيما قرينا. اللي غيتزاد علينا دابا هو ستايل، انا بالعين المجرده في التمرين قلنا بالينا داك المربع، سيتادير غتستخدم ستيل وغادي دير لي ستايل تي دو بوان سكوير،
ما كنتيش حافظها ما عندنا ما نديرو لك غادي تنساه. واخا هذه راه كاينه في الكور، ماشي حنا كنعرضوك سي اس اس، حنا راه السايل عطيناه ليك راه من حقنا، حيت درناه لك في الكور في الامثله تاع جافا سكريبت وتاع رياكت. وغير هذه ليست سايلتي فردوا ليها البال، كي كتكتب فلاش تي اف اس 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 كانت كتكتب ليست وحدها تي غي وبالاس مينيسكول ستايل تي غي تيب مينيسكول. دابا حنا عندنا هاد الكتابه تيتلصقوا وكتبدا الحرف ماجيسكول ديال كل كلمه اخرى. صافي هاد الهضره راه دويله عليها، دونك ماشي تمشي ترجع تحفظ السي اس اس كامل. شوف غير السي اس اس اللي عندك في الكور، يقدر الاستاذ يتعاود يقول صافي هذه درتها لهم شحال مره ما كاين باس، لا قلت لهم ديروها صافي. اما ما رجعش لك انا السي اس اس القرايه نقول لك لا تكون حافظهم العام اللي فات. معليش راه انت راه تخدم الدوكيومونطاسيون كاينه والكونيكسيون كاينه، حنا بغيناك تكون تفهم اش تقرا. صافي هادشي اللي كاين، هي ثلاثه نقاط.